دعنا. نشوف الخبر الأول معنا اليوم من صحيفة المدينة، مخالفات صادمة على المشاة والأموات والنائمين في بيوتهم. لم يسلم المشاة والأموات والنائمون على الأسرة في بيوتهم من الرصد الآلي ومخالفات نظام باشر الصادمة والتي تقفز أرقامها إلى حد 3000 ريال. حكايات تنقل سمعها لعوالم الدهشة والاستغراب سجلتها المدينة بأصوات ضحاياها، وقصص استوقفت الكل لتبردها وعدم معقوليتها. وعلى الرغم من غرابة المخالفات، وفقا للمتضررين الذين التقيناهم داخل مبنى إدارة مرور جدة والتي طالت على حد قولهم الماشي على قدميه والميت في قبره والنائم على سريره الذي يغط في سبات عميق. تعليقك دكتور. شوف، أول شيء لازم نشكر مدير عام المرور اللواء محمد البسامي اللي قال لا أنفي ولا أثبت وباب الاعتراض مفتوح، لأنه عادة أنه موالفين على عبارة لا صحة لما ينشر، لا صحة، فهو للأمانة كان عقلاني. الشيء الثاني، نعترف أنه الأنظمة الآلية لها ضحايا، سواء في حساب المواطن سواء عندك. أنا بالنسبة لي أنا سدت مخالفة مرتين. حقول لك ليش أنا ما طلبت. هذه واردة طبعا، القصص اللي هنا ذكرتها جريدة المدينة وتشكر، أنا أتمنى تحقيقات دائما تصل هالمستوى، صياغة أدبية راقية إضافة للقصص المعبرة. مثلا واحدة تقول زوجي من 4 سنين ميت، حطيته عليه مخالف وسيارته ما تحركت ومثبتة بالأدلة. ناس وهم يمشون، ناس في القبور، يعني واحد ميت وحطوا عليه القسيمة وهو ميت من كذا. فتمشي على قدميك عليك مخالفة، ميت في قبرك عليك مخالفة، مسافر خارج السعودية بعضهم ما معه سيارة وحطوا عليه مخالفة، امرأة ما تسوق عليها، كل هذا مقبول. أنا الاعتراض على مسألة أنه سدد ثم اعترض. سدد أحيانا الإنسان بعض المخالفات 3000، أنت ما يكون عندك 3000 وخدماتك موقفة وممنوع من السفر أو أيا كان الإجراء. المشكلة في سدد ثم اعترض، هذه واحدة أنه صحيح. قد لا يتوف. ثانيا أنه أنا بالنسبة لي سددتها مرتين، لكن إجراءات الاعتراض تستهلك وقتك وبنزين وسيار وتضيع منك اوقات وتضيع كذا وتروح للمرور وزحمه وسيره طويله ومدري عشان تستعيد المبلغ. هذه من المسؤول عنها؟ صحيح انه النظام احنا نعترف انه يخطئ، كلنا مع النظام، لكن انا في الاخير ايش ذنبي؟ انا اطالب انه يكون للناس تعويض، مو بس ترجع لي المبلغ، لا تعوضني اذا في خطا، تعوضني. نعم تعوضني دبل، ابدا المخالفه تصير دبل. انتم اخذتوا 300 رجعوا 600، خلوا ربا مركب. لانه صحيح ترى الحين البنزين غالي، ترى هم الناس يقول لك ببساطه يا اخي مر على المرور وراجعهم. طيب امر ليش اراجع المرور اذا انتم خطات يعني اخطيتوا علي بالمره الاولى وتخطون علي بالمره الثانيه تعذبوني؟ المفترض انا اقول احد الحلول البسيطه اللي سالت عنه انه يكون في صفحه للمرور في الجوجل واضحة، تصور الاعتراض وخلال دقائق يجيك الرد بالتعويض بدون ما تطلع من بيتك، مع انه مفترض انه يدفعوا لك بدل تشويه سمعك بعد. طيب او في حاجة ثانية دكتور، ما ادري اذا تتفق معها ولا لا، انه لا تطلب مني ادفع ثم اعترض. بالضبط. شوف اعتراضي بالضبط. اذا كنت انا محق خلاص يسقط المبلغ وانتهينا. هذا هو النظام العسكرية دائما، من كنا في العسكرية يقول لك نفذ ثم اعترض، نفذ اول شيء تنفذ الامر. لازم تكون نخفف على المواطنين، الملك الله يحفظه ولي العهد الله يحفظهم دائما يأكدون على تسهيل حياة المواطنين، تخفيف عليهم. أنا الحين أنت ظلمتني، إذا كنت أنا مخالفة حقيقية طز، لكن إذا ظلمتني مو معقول تظلمني في المرة الأولى وتتعبني عشان أسترد حقي في المرة الثانية. أنا والله من الناس اللي ما أراجع ثلاث مرة، لأنه أصلا تكلفة الوقت اللي ضيعه أقل عندي من تكلفة، أكثر من عندي من 300 اللي نرجعها. فأنا كل اللي أطالبه على إدارة المرور أو كل الإدارة إنهم يسهلون إجراءات الاعتراض بحيث أني ما أطلع من بيتي لو برسالة جوالي ويحطون رقم واحد. أنا والله أنتوا حطيتوا على أمي الله يرحمها لولو العجلة مخالفة، ترى أمي ميتة، أنتوا حطيتوا أمسي ميتة من أسبوعين. يعني ما في أوضح من كذا، ما في إفيدنس أوضح وإثبات أوضح من هذا. جيب لهم شهادة الوفاة، ما يقعد يقول لي تعال، لأن واحد من المعترضين يقول لي رحت والله بعترض، يقول لقيت سيرة طويل وأنا ممرض، تركت عملي في المستشفى، لما جيت رجعت البيت المستشفى لقيتهم خاصمين علي حق اليوم كله، فخصم علي الراتب. يعني مصائب بعضها فوق بعض، كله
كل اللي أتمناه من إدارة المرور باختصار تسهل إجراءات الاعتراض وتجعلها مريحة بحيث أن المواطن لا يتحرك من منزله. لو بالبريد يا أخي خلوها بالبريد أنه أنا هذا صورة الاعتراض وكذا. وموضوع سدد ثم طالب الأونلاين يا دكتور والتطبيقات خلاص ما تركت شيء يعني في دقائق تحل الموضوع. أهم شيء أني ما أروح بالشارع أسبب زحمة للناس وأخسر بنزين وأمسك سيرة في المرور وهذه كلها لا علاج. وأيضا لا ننسى نعاقب من وضع القسيمة لأنها هي ارتجالية في التسجيل أنه يسجلها. واحد يقول أنا ما قد دخلت الهفوف في حياتي طول عمري في الكندرة يقول طلعت لي مخالفة أني مربت حزامي في الهفوف. إلى هالدرجة يعني فيها تصلع أنه تكون حلقة من حلقات طاش مطاش. لا لو معاقبة اللي تسبب المتسبب. الموضوع نعم. أنا أشوف نعم. أنها يعني يجب أن تكون حل. قبل ما أروح لتصريح الأسبوع أعرف المخالفتين اللي خالفتها وشي والله ما هدري قالوا تغيير هيكل السيارة يعني مرة في مطر تمشي واللوحة مع المطر يعني تلاشت معالمها لم تعد تعرف هي لوحة ولا قطعة من السيارة. فقال لي انه مس لوحة موضع. قلت والله يا اخي انا جاي من مطر الان قدام. قال لا هذا تضليل على ساهر ومدري. فعطوني وعطوني مخالفة. يا سيدي تروح الحلال الدولة أنت ومالك لا بيك ليش صحيح وأنت ما شاء الله عليك عاد في الأموال يعني بسم الله ما شاء الله يعني. لا والله دفعت بلا أنا سميها دفعت.